السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. وكن قبل ما تفرجوا في هذا الفيديو هذا، ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد تعليق ولايك. ونخليكم دابا مع الانترو. ونبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. الرجاء يستعيد خدمات محسن مشولي أمام حسنية أكادير. يستعيد فريق الرجاء الرياضي خدمات لاعبه محسن مشولي في مباراة اليوم أمام حسنية أكادير بالرسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية. وغاب محسن مشولي عن المباراتين الماضيتين أمام كل من شباب المحمدية وأولمبيك آس في بداية الإيقاف بعد شلقه للبطاقة الحمراء في مباراة الديربي أمام الوداد لحساب الجولة 25. وينتهي عقد مشولي مع نادي الرجاء بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري، علما أن إدارة فريق الرجاء حاليا لا تنوي تجديده. ويواجه فريق الأخضر مضيفة وحسنية أكادير يوم غد السبت على أرضية اجتماع خاص امتد لعشر دقائق بين لاعبي الرجاء على هامش حصتهم التدريبية الأخيرة قبل مباراة حسنية أكادير. عرفت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق الرجاء الرياضي اجتماعين لاعبي فريق الأخضر قبل يوم واحد من المباراة التي تجمع بحسنيش أكادير برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية. وعلمت مصادر قناة نادي الرجاء العالمي أن اجتماعا أولا جمع اللاعبين بالطاقم التقني في الميران الذي جرت أطواره بالملحق الملعب الكبير لأكادير مساء يوم الجمعة، وتلا ذلك اجتماع خاص بين لاعبي الرجاء الرياضي فقط دام لقرابة 10 دقائق. وقاد الميران الاخير الفريق الاخضر الثلاثي باتريك دويلد وبشعيب مباركي وعبد الاله فهمي الذين خلفوا مؤقتا المدرب المقال رشيد الطوسي بعد الانفصال عن هذا الاخير رسميا امس الخميس اثر الهزيمه على يد اولمبيك اسفي. ويحل الرجاء الرياضي ضيفا على حسنيش اكادير اليوم السبت على ارضيه ملعب الكبير لاكادير انطلاقا من الساعه 8:30 مساء. ولا زالت حظوظ الفريق الاخضر قائمه حسابيا في المنافسه على لقب البطوله الاحترافيه على بعد 3 دورات من اسدال الاستشاره على مجرياتها، اذا يحتل المركز الوصافه برصيد 53 نقطه بفارق 6 نقاط عن المتصدر الغريم، فيما يحتل فريق حسنيش اكادير المركز 13 برصيد 30 نقطه على بعد 7 نقاط من المتدير سريع وضم 5 نقاط على يوسفيش برشيد صاحب المركز قبل الاخير. الرجاء الرياضي يستعيد خدمات مذكور امام حسنيش اكادير ونكوما ومنكعازي ابرز الغيابات. يخوض فريق الرجاء الرياضي مباراه اليوم امام حسنيش اكادير برسم الجوله 28 من البطوله الاحترافيه ينوي محروما من خدمات لاعبيه فابريس نكوما ومحمد المكعازي. ويغيب المكعازي عن هذه المواجهه بعد تلقيه للبطاقه الحمراء في مباراه اولمبيك اسفي، فيما سيغيب نكوما بداعي الاصابه. بالمقابل استعاد فريق الاخضر خدمه اللاعب عبد الاله مذكور بعد الغياب عن المباراه الماضيه امام اولمبيك اسفي بداعي الاصابه. ويواجه الرجاء الرياضي مضيفه حسنيش اكادير اليوم السبت على ارضيه ملعب اكادير الكبير انطلاقا من الساعه 8:30 مساء. محمد بطريقه عن الطوسي دار اخطاء كارثيه امام اولمبيك اسفي والله تحشم عليه وما عنده حتى مبرر لهذا الهزيمه. تحدث محمد بودريقه رئيس الرجاء الرياضي سابقا عن اقاله المدرب رشيد الطوسي من على راس العريضه التقني للفريق الاخضر بعد الهزيمه امام مضيفه اولمبيك اسفي ب3 اهداف ل2 في المباراه التي جمعتهما اول امس الاربعاء. وهنأ محمد بودريقه اولا فوز القشاع في تصريحات الصحفيه لاعقبه انتخاب هذا الاخير رئيسا للجامعه الملكيه لكره القدم للعهد الثالث والذي يتواجد في مكتبه المديري الجديد. وقال هنيئا للقجاع على توليه مرة أخرى رئاسة الجامعة فإنجازاته واضحة وتخدم بقوة الكرة المغربية. وتحدث بودريقة بعد ذلك عن إقالة رشيد الطوسي قائلا قام بأخطاء كارثية في المباراة الأخيرة أمام آسفي والله تحشم عليه.
وأضاف قائلا في المباراة أمام آسفي ليس لديه أي مبرر خصوصا بعد الانتصار في الديربي وتوصل اللاعبين بمنحة وانتخاب رئيس جديد وختم حديثه قائلا الآن سنفكر في الموسم الجديد إن شاء الله. جدير بالذكر أن فريق الرجاء الرياضي وسع الفارق مع المتصدر الغريم إلى 6 نقاط بعد هزيمته أمام ضيف أولمبيك آسفي ب3-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس الأربعاء برسم جولة 27 من البطولة الاحترافية الإنونية تجمد رصيده في 53 نقطة. أما عن البنزرشي قال لم أتلقى أي عرض من الرجاء ولا أعلم شيئا عن وجهتي المقبلة. نفى فوز البنزرشي مدرب الاتحاد المنسيري التونسي توصله بأي عرض لإشراف على تدريب فريق الرجاء الرياضي انطلاقا من الموسم القادم وذلك عقب الانفصال عن إطار وطني رشيد الطوسي بشكل رسمي يوم الخميس. وقال المدرب التونسي في تصريح خاص كل ما يروج عن اقترابي من الرجاء الرياضي لا أساس له من الصحة لم أتلقى أي عرض من نادي لحدود الآن ولا أعلم شيئا عن وجهتي المقبلة. وجرى تداول اسم البنزرشي في الأيام القليلة الماضية بصفته مرشحا لتولي قيادة العارضة الفنية للفارق الأخضر الذي سبق له تدريبه سنتي 2013 و2014 وبلغ رفقته النهائي كأس العالم للأندية في عام 2013. ويشرف صاحب 72 سنة حاليا على الاتحاد المنسيري حيث يحتل معه المركز الثاني ب 21 نقطة في مجموعة التتويج خاصة بالرابطة التونسية المحترفة الأولى متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر الترجي. وخاض البنزرشي مجموعة من التجارب والمحطات في مسيرته التدريبية أبرزها قيادة الرجاء العالمي والغريم وكذلك المنتخب التونسي الأول. وهنا أخوتي الرجوين أخواتي الرجوين الحلقة ديال اليوم سالت. إلى أعجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد تعليق ولايك ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وديما راجع وتعيش الراجع.